بسم الله الرحمن الرحيم، شباب سنة رابعة، أهلا بيكم في محاضرة جديدة من مادة البروتكشن بعنوان ترانسميشن لاين بروتكشن. عايزين نشوف لو عايزين نعمل حمايات أو نطبق مبادئ الحماية بتاعتنا على ترانسميشن لاين، ايه اللي انت محتاج اللي انت تعمله، وقد ايه الموضوع ده مهم بالنسبة لك ان انت تعمل حماية على ترانسميشن لاين كجزء من أجزاء المنظومة بتاعتك بتاعت اللي ايه بتاعت الباور كباور سيستم نتورك. طيب لو هنبدأ في الأول، دي إحصائية كانت عاملاها شركة بي بي، عملت إحصائية عشان تشوف البروبابيليتي اوف فولتس بتحصل فين من الايه من ضمن المناطق المتعددة بتاعة المنظومة. يعني عندنا هنا الاوفر هيد لاينز، في عندنا الاندر جراوند كيبلز، في عندنا ترانسفورمرز، جنريتورز، سويتش جيز. دي الحاجات اللي بتعتبرها حاجات ايه، حاجات بلك، ان يحصل فيها هي الايه يحصل هي فيها الفولت، او الحاجات بقى التانية اللي اعتبرها ماينورز، بس ايه بس الحاجات دي برضو بيحصل فيها شوية فولت تأثر على الأداء بتاع المنظومة بتاعتك. فالخلاصة بتاعت الايه بتاعت الدراسة دي، ان احنا لقينا الاوفر هيد لاينز لوحدها 50%، يعني انت عدم استقرار الشبكة بتاعتك او المشاكل او الفولس ممكن تحصل عندك في الشبكة نتيجة فولس حصلت في المنطقة بتاعت الايه بتاعت الاوفر هيد لاينز. من هنا جت اهمية الايه الدراسة بتاعت الاوفر هيد لاينز او الاوفر هيد ترانسميشن لاينز، واشوف اعمل لهم ايه، اعمل لها حماية من الحدوث الفولس دي ازاي، او اتصرف في حدوث الفولس دي ازاي. طيب ايه الفولتس اللي ممكن تتعرض ليها في الترانسميشن لاين؟ وهنا احنا بنراجع شوية حاجات او شوية مبادئ في الباور سيستم بتبقى مشتركة معانا برضو. فانا عندي نوعين رئيسيين من الفولتس ممكن تحصل، سميناها سيمتريكال فولتس وانسيمتريكال فولتس. باختصار السيمتريكال فولتس يعني بيحصل عندك تيار، التيار اللي بيحصل وقت الفولتس بيبقى متساوي في الثري لاينز اللي هما الايه الثري فيز بتوعك، تمام؟ زي شورت سيركت، شورت سيركت كارنت او شورت سيركت فولت اللي انت حصل عندك الثري فيز مع بعض، تمام. وفي عندي الانسيمتريكال، في منها شنت تايب اللي هو السنجل فيز لاين تو جراوند والتو فيز تو جراوند والفيز تو فيز ايه فولت. الكلام ده انت درسته باستفاضه في الباور سيستم اناليسز، احنا بس محتاجين وهنا عشان ايه نور مواضيع مع بعض. طيب لو هعبرهم لك بشكل صورة يعني او رسمة، فده كده 3 فيز، ده كده لاين تو لاين، هنا لاين تو جراوند للارض، وبعد كده تو لاين تو ايه تو جراوند، دي الفولس اللي سميناها ايه شنطة. طب هل معنى كده ان انت مفيش عندك انواع تانية من الفولس؟ لا، خليك فاكر احنا في عندنا نوع تاني اللي هو الايه الاوبن سيركت فولس، اللي هو ببساطة سلك اتقطع. فممكن سلك واحد يتقطع سنجل فيز اوبن سيركت، او سلكتين يتقطعوا تو فيز اوبن سيركت. ما بتكلمش هنا ان السلكتين ملمسين مع بعض، بتكلم ان هو الكونتينيوتي بتاعت السلكة الواحدة حصل ليها قطع يعني، والثالث اللي هو 3 فيز اوبن سيركت التلاتة مع بعض ايه التلاتة اتقطعوا. طيب لو حبينا بقى نركز على الفولس اللي هنتكلم عليها اللي هي الشانت فولس، وتعالى نشوف بقى الفريكوانسي اوف شورت سيركت فولس بالانواع دي الاربعة دول فرص الحدوث بتاعتهم، او لما مع الاحصائية مين بيحصل اكتر من التاني. طبعا انت لو بتخيلك هتلاقي ان هو الفيز او اللاين تو جراوند هو اعلاهم نسبة حدوث 85%، يليهم ان السلكتين يلمسوا مع بعض، يليهم ان السلكتين يلمسوا مع بعض مع الارض، والاخطر هو الاندر في الحدوث، يعني الاخطر فيهم اللي هو الثري فيز هو اقلهم ايه اقلهم فرصة حدوث اللي هو بيبقى ايه 2%. طيب تعال نشوف اسباب الفولس بقى ممكن تحصل ايه. عندك اسباب متعدده، بنتكلم هنا على الفولس على في الترانسميشن لاين. اول حاجه لايتنينج ستروك، جات لك صاعقه من فوق، تمام، او ايرث كويك، زلزال فخلى الايه الابراج بتاعتك اتحركت، او السلك نفسه بدا يتزف، في سلكتين لمسوا مع بعض، او سلكتين لمسوا مع بعض ونزلوا على الارض، او البرج بتاعك لما وقع فالسلك نفسه كمان وقع، او البرج لما اتحرك فخلى الاسلاك تلمس مع بعض وهكذا. وعندي بعد كده في الايسنج اللي هو الجليد، او الايه الاجواء بقى اللي بتبقى فيها تكون للايه تكون للجليد كتير. فزي ما احنا عارفين جليد ما هو الا بالنسبه لك ميه، فالميه دي اوجدت مسار ايه ابسط
للكهرباء، وفي نفس الوقت برضو بتعمل لك ايه، بتعمل لك ممكن يبقى في مسار يعني الجليد لمس ما بين ايه، لمس ما بين ايه، ما بين سلكتين، او لمس ما بين البرج والسلكة وهكذا. طيب، وعندنا بعد كده الانيمالز، ودي اللي ممكن بتشوفها كتير، سواء كان سكويرل اللي هو السناجب او الفيران، او البيرز اللي هي الطيور، المونكيز وهكذا. وهنا لازم برضو تبقى ما بتاخدش الكلام كده حفظه وخلاص، يعني الصورتين اللي قدامك دول ما فهمش اي مشكلة، لان البيرد اللي عندك هنا او الطير اللي عندك واقف على نقطة واحدة، فما فيش عندي مشكلة. لكن المشكلة تحصل لو حاجة عندي بالشكل ده، ده لامس كده ما بين سلكتين، او حاجة زي الطير ده مثلا، ان هو الطير ابعاده، هو طير كبير، فابعاده بالنسبة للابعاد اللي ما بين السلكتين ابعاد تعتبر كبيرة، ففي امكانية ان هو بيطير كده يروح يلمس ما بين الايه، ما بين السلكتين. طيب، او تري برانشز، شجرة وقعت، او مش الشجرة كمان اللي وقعت، ده الفروع بتاعتها نفسها هي اللي ايه لمست او جمعت ما بين ايه، ما بين نقطتين، عملت شور سيركت ما بين ايه، ما بين نقطتين. ايه الفولتس اللي ممكن تتعرض ليها في الترانسميشن لاين؟ وهنا احنا بنراجع شوية حاجات او شوية مبادئ، عشان كده دي من ضمن الحاجات اللي هو الناس بتبص عليها باهتمام، ان هو لما تيجي تدرس تحط الترانسميشن لاينز او مسارات الترانسميشن لاينز بتاعتك، تمام، سواء كنت بتتكلم حتى على اللو فولتج او بتتكلم على الميديم فولتج او حتى على هاي فولتج، بس حتى في اللو فولتج عشان انت بتتعرض لها اكتر لما بتبقى بتتكلم في المناطق مثلا في القرى عندنا او كده، بيبقى في عندنا لسه بنشتغل بالترانسميشن لاينز، فحاول دايما المسار بتاع الترانسميشن لاين يبقى بعيد عن الايه، عن الاشجار، عشان ما تحصلش عندنا المشكله دي. طيب، عندنا ايه تاني؟ التيارات الورقيه ممكن برضو دي تعمل لك ايه، تبقى فرصه لمن او سبب من اسباب حدوث الايه، الفولت عندك. اخر حاجه اخر حاجه الانترنال اوفر فولتجز، حصل عندك اوفر فولتجز على مكون من المكونات اللي عندك، فالمكون ده راح ايه، راح انهار، لانه اقصى من ايه، اقصى من احتماله، وبالتالي انهياره ده معناه ان هو كان عازل ما بين نقطتين، النقطتين دول دلوقتي مش معزولين عن بعض، بدوا يلمسوا مع بعض، هيحصل عندك ايه، هيحصل عندك. طيب، دي الفولس اللي ممكن تحصل عندنا في الايه، في الترانسميشن لاين. هل الكلام ده ممكن يحصل في الاندر جراوند؟ لو انت هتقارن الترانسميشن لاين بالاندر جراوند، هتلاقي مبدئيا الاندر جراوند حاجات كتيره من اللي احنا اتكلمنا عليها مش هيتعرض ليها، لان هو موجود تحت في الارض، تمام، واحيانا اكتر هيبقى مدفون، وبالتالي مش هيتعرض للايه، للكلام ده. دي نمره واحد. نمره اتنين، الترانسميشن لاين هتلاقي نفسك محتاج اللي انت بتمشي بيه مسافات طويله، الايه، الكابلات ما بتمشيش بيها مسافات بنفس الطول بتاع الايه، بتاع الترانسميشن لاين، تمام. وبالتالي الترانسميشن لاين وجوده كده في الهواء بيخليه عرضه للظروف الايه، الظروف الجويه، متاح لكل الاسباب اللي احنا او المسببات اللي احنا شفناها من شويه. طيب، لو حصل بقى عندك فولت، انت عايز ايه؟ انت عايز والله لو حصل فولت يقفل لك السيركت بريكر القريب للايه، للفولت ده، للمنطقه بتاعه حدوث الفولت، والسيركت بريكرز التانيه تفضل زي ما هي شغاله، عشان ابقى انا كده حددت مكان الفولت وحافظت بشكل ما على الريليابيلتي بتاعه النظام بتاعي، الحته اللي فيها مشكله بس هي اللي اتفصلت والباقي شغال زي ما هو. وعايز كمان زي ما اتفقنا من الاول ان انا عايز دايما وانا بعمل بروتكشن يبقى عندي في مين بروتكشن، دي الحمايه الاساسيه، وفي عندي باك اب، حمايه لو البروتكشن الاساسي ده ما اشتغلش، الباك اب ايه، تشتغل وتعمل لي برضو تشيل لي الفولت او تتعامل مع الفولت. تعالى بقى لو هنتكلم على البروتكشنز اللي ممكن نعملها على الترانسميشن لاين، في عندنا ثلاث انواع اللي احنا هندرسهم: اوفر كارنت بروتكشن، ديفرنشال بروتكشن، وديستانس بروتكشن. احنا في المحاضره بتاعتنا المره دي هنتكلم بس على الايه، على الاوفر كارنت بروتكشن. طيب، لو هتكلم على الاوفر كارنت بروتكشن وهعمل فيها حاجه اسمها تايم جريدد. يعني ايه بقى تايم جريدد؟ جريدد يعني ايه، تدريج، تمام. وبالتالي هبدا افكر في حته الايه، في حته الباك اب، ان انا اخلي واحد مثلا يشتغل بعد نص دقيقه، نص ثانيه مثلا، تمام. طب والتاني لو ما اشتغلش ده بعد نص ثانيه، في واحد تاني ممكن عنده استعداد يشتغل بعد ايه، بعد ثانيه، فالاثنين هيحسوا نفس المشكله في نفس اللحظه، بس في واحد الريسبونس بتاعه هيبقى بعد نص سكند، وفي واحد الريسبونس بتاعه يبقى وان بعد ايه، 1 سكند. فلو الاولاني اللي هو المفروض يشتغل بعد البونس، بعد نص سكند اشتغل، خلاص يبقى الفولت ايه، اتلغى. طب لو ده ما اشتغلش لاي سبب، ان كان عطل فيه او مشكله فيه، فالتاني
قاعد بيعد الفترة بتاعته الواحد سكند، وبعد كده هيبدأ ايه؟ هيبدأ يشتغل. طيب هل انا محتاج ان انا اعمل التايم جريدد ده بطريقة يعني هقعد اغير في التايم بس، ولا في وقت من الاوقات انت ممكن تغير كمان، تعمل مش تايم سيتنج بس، تعمل كمان كارنت سيتنج او كارنت جريدنج؟ محتاج ده ومحتاج ده. طيب لما تيجي تعمل التايم جريدنج هستخدم انهي نوع من انواع الريليز من ناحيه التايم ريسبونس بتاعها؟ هنستخدم الانستانتينيوس ولا هتستخدم الديفينيت ولا هتستخدم الانفرس؟ طبعا الانستانتينيوس ما ينفعش تستخدمه في التايم جريدنج، لان الانستانتينيوس بتقول لا وقت ما يحصل مشكله هيشتغل على طول، فانت هتشتغل على يا اما الديفينيت يا اما الانفرس. طب تعال نشوف الكلام ده هنطبقه ازاي على المنظومه بتاعتنا. تمام، بس قبل ما نشوف هنطبقه ازاي، هي ايه المنظومات اللي هتبقى موجوده عندك، وفي نفس الوقت انت الاساس اللي انت باني عليه ايه؟ الاساس اللي باني عليه اوفر كارنت بروتكشن. يعني ايه اوفر كارنت بروتكشن؟ يعني انا ظابط على قيمه معينه من التيار، لو لقيت انت قيمه التيار اللي عندك عدت القيمه دي مطلوب منك ان انت تبدا تشتغل. يبقى الريلي خد الديسيجن ان هو يبدا ايه؟ يشتغل بناء على قيمه الايه؟ بقيمه التيار. تمام؟ طيب وده المبدأ اللي بيشتغل عليه برضو الفيوز. الفيوز اللي عندنا برضو بيبقى مستحمل لقيمة تيار معين، وقيمة التيار ده لما بتزيد عن قيمة معينة انت مصمم على اساسها الفيوز، الفيوز ساعتها بيبدأ ايه؟ يقطع لك الدايرة. طيب انا النهاردة لو هطبق الكلام ده هتطبقه على نظام ايه بقى؟ والله احنا عندنا انظمة التغذية او الفيدر سيستمز عندنا في المنظومات بتاعتنا بتاعت الباور سيستم. تمام، يعني بمعنى صح هتغذي الحاجات بتاعتك ازاي، هتغذي الاحمال بتاعتك ازاي. عندي اربع انواع من الايه؟ من الفيدر سيستمز. عايزين نشوف الاربع انواع دول كل نوع انت هتتعامل معاه ازاي. اول نوع راديال، وراديال عشان ابسط لك الموضوع قوي هو عامل زي ايه؟ عامل زي شجره. فالشجره في عندك فرع رئيسي، والفرع الرئيسي ده بيغذي الايه؟ بيغذي الفروع. تمام، فانا عندك او سوري عندك يعني الاصل بتاع الشجره اهو، او الفيدر بنسميه فيدر رئيسي، وعندك بعد كده فروع ايه هتتغذى، وبالتالي التيار ماشي كده هيغذي شويه هنا ويكمل بالباقي، يغذي شويه هنا وبعدين يكمل بالباقي، يغذي هنا وبعدين يكمل بالباقي، يغذي لغايه ايه؟ وهكذا وهكذا. ده كده الراديال ايه؟ ده كده الراديال سيستم. طيب الراديال سيستم اللي احنا بنتكلم عليه ده، تعالى بقى نشوف ايه اللي بيميزه. هنقول ان الراديال سيستم ده اول حاجه ده ابسط نوع من الانواع الفيدرز واقلهم تكلفه. تمام، من ناحيه الكونستراكشن ومن ناحيه البروتكشن سيستم. طيب نمره 2 الادفانتج او الميزه اللي انت بتقول لي عليها دي، تمام، is offset by the difficulty of maintaining supply in the event of the fault occurring in the feeder. يعني ايه؟ يعني انت مديني هنا ادفانتج، بس قصاد الادفانتج في عندك ديس ادفانتج ممكن حد يعتبرها ايه بالنسبه له خطيره حسب انت بتتكلم في ايه. والله لو انا في حصل عندي فولت هنا مثلا، يبقى ولا ده هيتغذى ولا ده هيتغذى، ولا انت قطعت كده على كل الايه؟ على كل اللي بعدك. والمشكله هتبقى اكبر لو حصل عندك مشكله هنا او الفيدر هنا في عنده فولت، وبالتالي ولا واحد من دول ايه هيتغذى. تمام، فلو حصل عندي مشكله هنا مثلا اوكي، والاثنين دول خلاص كده مش هي ايه كده مش هيتغذوا، انت كده قللت الريليابيليتي بتاعت الايه بتاعت السيستم بتاعك وهكذا. طيب هل في امكانيه او في طريقه ممكن تخلي الاثنين دول لما يحصل فولت عندك في الفيدر الاساسي رايح مغذيهم تغذيهم من ناحيه ثانيه؟ ده اللي هنشوفه في الايه في الحاجات اللي ايه اللي جايه. اول واحد اللي هو البارل فيدر، هعمل ايه؟ هعمل له مسار ثاني توازي. لو المسار ده قفل اروح اغذيه من ناحيه ثانيه. تعمل الكلام ده ازاي؟ تعال نشوف. هنعمله بالشكل ده، هيبقى ادي عندي الجنريتور بتاعي اللي جاي لي من فوق، هوزعه على اتنين ترانسفورمر، كل ترانسفورمر هيبقى مختص بمجموعه احمال، ده مختص بمجموعه الاحمال دي وده مختص بمجموعه الاحمال دي، وفي في وقت من الاوقات عندي سكينه في النص ممكن اقفلها. يبقى لو الترانسفورمر ده مثلا في مشكله فاقول والله ده الترانسفورمر ده دلوقتي هيغذي ده وده، ولو قفلت كمان المفتاح ده يبقى الاثنين دول كمان هيتغذوا من نفس الترانسفورمر، والعكس برضو بالنسبه للترانسفورمر الثاني. يعني لو حبيت تعمل صيانه حتى على المجموعه دي مفيش مشكله، ولو حصل لا قدر الله فولت عندك في مصدر التغذيه ده او في الاتجاه بتاع التغذيه ده، برضو الاحمال بتاعتك هتقدر ايه تغذيه. بس الكلام ده زي ما هو ليه فايده هيبقى برضو ليه ديس ادفانتج بالنسبه لك. كده هتلاقي الفلوس اللي انت او التكلفه بتاعه الموضوع ده اكتر، وتقريبا انت بتضبل كل حاجه. يعني انت النهارده كان الترانسفورمر ده اللي انت هتجيبه
بيغذي الاتنين دول. بس لو انت عايز في وقت من الوقت تخليه يغذي الاربعه، يبقى لازم تجيب الكباستي بتاعته تسعة لاربعه، ده نمره واحد. نمره اتنين، السلك ده او الكيبل ده، او معنى اصح بكلامنا احنا الترانسميشن لاينز، تمام، اللي انت هتغذي بيها المسارات دي، هنا ده لازم يبقى دبل، لانه هيروح يغذي ده وده 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 في الظروف الايه الاستثنائيه بتاعتك. نشوف الكلام ده لخصناه ازاي. قلنا اول حاجه اجريت ليفل اوف ريليبيليتي ات هاير كوست، يبقى انت حققت ريليبيليتي، زودت ريليبيليتي بتاعتك بس قصادها زودت فلوس. ان كيس اوف لاين فولت، لو حصل عندك فولت هتلاقي الفيدر اللي حصل فيه مشكله، تمام، هو بس الايه هو اللي هيتفصل، وباقي الحاجات ما عنديش مشكله، هيحملها كونتينيوتي للسبلاي، كونتينيوتي تو سبلاي ايه تو سبلاي ذيس لودز باي ذا ايه باي ذا برر الايه زي برر الفيدر برر الفيدر. نمره 3، ذا كابيتال كوست از دبل ذات اوف ذا راديال فيدر، لو هتقارن ما بين الراديال والبرل بطبيعه الحال انت هنا تقريبا دبل اللي كنت بتدفعه هناك. برر فيدرز ار مور كومن ان اوربن areas for and for feeders to large single ايه single customers، اللي هي الفكره اللي انت بتلاقي نفسك دايما بتغذي بيها لما يكون عندك حد من ضمن الحاجات اللي انت مثلا بتاخدها في الامرجنسي، يبقى عندك مصدرين ايه مصدرين تغذيه، تقول لو حصل عندي مشكله من هنا يتغذى من ايه يتغذى من الناحيه الثانيه وهكذا. طيب تعال نشوف النوع الثالث وانت بتسمع عنه كتير، اللي هو الرينج مين. رينج مين برضو ببساطه عشان ما صعبهاش عليك، هي عامله كلمه رينج يعني حلقه، فانا هغذي الاحمال دي بشكل حلقه. لو انت بصيت هنا مثلا، ابدا معايا ادي النقطه دي، تمام، وبعد كده انا هنا مكمل مقفوله، بس عندي هنا كنت عايز اغذي حد فاطلع غذي، وبعدين انا مكمل اهي الدايره بتاعتي كامله، وغذي هنا زي ما انت عايز وكمل كمل، وفي اخر الدايره ايه مقفول على نفسها، يبقى الدايره دي كده مقفوله، وتعالى عند اي نقطه غذي اللي انت عايزه مفيش اي مشكله. طب سؤالي ليك دلوقتي، مثلا الحمل اللي هنا ده هيتغذى منين؟ والله الطبيعي ان التيار جاي له كده، وممكن يبقى كمان في مجموعه تيار جايه كده. لو انت هتشوف الباص ده كام اوم مثلا، والباص ده كام اوم، فالتيار اللي هنا يتوزع ما بين الاثنين. لو حصل عندك مشكله مفيش تغذيه من هنا، ايه المشكله؟ مفيش مشكله، هيجي له هيكملوا التغذيه من ايه من الناحيه الثانيه، يبقى انت كده زودت اكتر واكتر كمان الايه ريليبيليتي بتاعتك، تمام. وده الايه ده الاداء اللي انت بتلاقي في حاجات كتيره بتشتغل بيها، وحتى جاي منها التسميه بتاعت الرينج مين يونت اللي احنا بنتكلم عليها بتاعت الترانسفورمرز، لان الترانسفورمرز بتاعتك بتبقى متغذيه بالطريقه دي. طيب رابع حاجة اللي هي المشت سيستم، ودي مش موجودة مش علينا بس عشان نبقى كملنا الصورة بتاعت الأربع أنواع. والمشت سيستم هي اعتبرها إن هي كومباينيشن ما بين الإيه ما بين التلاتة. كلمة مشت لو تفتكر كان بيبقى عندك الدايرة بتاعتك في السيركتس، بيبقى عندك في برانش في النص بيمشي تيار من يمين وتيار من إيه من الشمال، هي دي الفكرة اللي إحنا عايزين نوصلها في الحتة المشت سيستم. طيب من هنا نقول إن الترانسميشن والسب ترانسميشن سيستمز، أنظمة النقل بتاعتنا عادة بتبقى في البارلل والرينج والانتر كونكتد سيستمز، عشان كده بتشوف الايه الترانسفورمرز أو الشبكات بتاعة النقل بتبقى مربوطة بيه عادة بموضوع الرينج والايه والمش. This ensures that alternative supply can be made to customers in the event of failure of a transmission line or element، عشان أنا النهارده لو حصل عندك مشكلة وفي محطة طلعت بره الخدمة يبقى انت ما تتأثرش، وفي محطة تانية بايه بتخدمك بعلل ايه ريليبيليتي. ذا اكسترا اكسبنس، الفلوس الزيادة كان بي جاستفايد بيكوز ذا ماتش جريتر لود اند نمبر اوف كاستمرز ذات ار افكتد باي فيلير اوف لاينز ات ترانسميشن اور سب ترانسميشن ليفلز. طيب انت طبعا في كل وقت من الاوقات انت بتشتغل بتشوف الريليبيليتي اللي انت عايزها، بس قصادها ايه في فلوس، والفلوس دي انت هتقدر توفقها ولا لا مع الايه مع الريليبيليتي، انت عايز ايه قصاد ايه اللي تقدر توفيه وتبقى عارف بالديس ادفانتج بتاعتك وقابل بيها، او عندك طرق اللي انت ايه انت تعالجها. طيب لو هبدا باول حاجه اللي هو بقى الايه التايم جريدد اوفر كارنت بروتكشن، فيبقى احنا هستخدم اوفر كارنت ريلي، والترانسميشن بتاعي هقسمه او الترانسميشن لاين هقسمه لكذا ايه كذا منطقه وكذا زون، وهستخدم تايم ديسكريميشنز التايم ديسكريميشن. يعني ايه التايم ديسكريميشن؟ اللي هو التمييز، تمام، هحقق التمييز بتاعي ان يبقى كل ريلي مختص ايه مختص بمنطقه، فالمنطقه دي لما يحصل فيها فولت احاول ان انا افصل
الجزء ده بس وباقي الاجزاء ما تتأثرش. time setting of relay is so graded زي ما اتفقنا، هظبط بقى الايه التوقيتات اللي تشتغل عليها الريليهات بتاعتي بحيث يبقى ما بيشتغلوش في وقت واحد، بدي براح ما بين واحد والتاني بحيث واحد بيعمل باك اب لايه للتاني. in event of fault في حالة الفولت the smallest possible part of the system is isolated، ده الهدف الاساسي اللي احنا بنعمله. اليوم ما يحصل عندك مشكلة افصل لي بس ايه بقدر امكان افصل جزء يبقى صغير، احسن شيء انك تفصل الجزء اللي فيه مشكلة بس. بس لو تخيلت ان الايه الريليز بتاعته ما اشتغلتش ففي باك اب للريليز دي من ريليز تانية، فريليز تانية بس هتكبر شوية الايه المنطقة اللي هتعزلها، بس ايا كان افضل من انت تعزل المنظومة ايه المنظومة كلها. طيب لو هشتغل على الراديال فيدر هتعمل الاوفر كارنت بروتكشن بتاعك ازاي؟ مبدئيا الراديال فيدر انا عارف ان انا كده الكهرباء بتاعتي بتمشي في اتجاه واحد بس من المصدر، تمام؟ او تخيل معايا كده كأنك بتقول من جذر الشجرة وطالع في العمود بتاع الشجرة او الجذع الاساسي بتاع الشجرة ومنه رايح للفروع. هل انت هتلاقي التيار جاي من الفروع للجذع؟ لا، هو كله ماشي في ايه في اتجاه واحد. وبالتالي زي ما قلنا لو حصل عندك في اي حتة فولت فالديسكونتينيوتي بتاعتك بتاعت كل المنطقة اللي بعد الايه بعد المنطقة دي او بعد الحتة اللي حصل فيها الفولت مش واصل فيها عندك كهرباء. طيب هنعمل بقى الكلام بتاعنا ازاي؟ هيبقى عندي طريقتين، ممكن استخدم الديفينيت تايم ريلي وممكن استخدم الانفرس تايم ريلي. تعال نشوف دي ودي. الفكره ببساطه لما استخدم الديفينيت تايم ريلي حاجه بالشكل ده، اول حاجه ادي ترانسميشن لاين. ركز معايا في كل اللي جاي ده، احنا ايه الجزء اللي انت عايز تحميه؟ انا عايز احمي الترانسميشن لاين، ماليش دعوه بالترانسفورمر، ماليش دعوه بالجنريتور، انا حمايتي ليه الترانسميشن لاين. يعني ايه حمايتك للترانسميشن لاين؟ يعني الحته اللي هيحصل فيها ترانسميشن اللي هيحصل فيها فولت هي دي اللي انا عايز افصلها عشان احميها هي نفسها وعشان احمي باقي الايه باقي الاجزاء بتاع الترانسميشن لاين وباقي الايه وباقي المنظومه. فاول حاجه هتعملها هتقسمها زونز. فانا قسمت هنا زون، ادي اي بي زون، بي سي زون، وسي دي زون، ودي اي زون كمان، تمام؟ فكل زون من الزونز دي هيبقى ليه ايه حمايه مختلفه. يعني لو حصل عندي فولت هنا المقصود او المطلوب ان يشتغل اي وبي، تمام؟ لو حصل عندك هنا بي وسي، اللي هنا سي ودي، تمام كده. لما استخدم الديفينيت تايم ريلي وخلاص انت اتفرض عليك تستخدم ديفينت تايم ريلي هتعمله بالشكل ده، خلي المنطقه الابعد دي بالبون سكند، وبعدين كده كل ما بتقرب من السبلاي بتاعك كل ما بتزود الوقت بتاعك اللي بيشتغل على اساسه الايه يشتغل على اساسه ريلي، تمام؟ والكلام ده ديفينت تايم، يعني لو حصل عندي مشكله في الحته دي زي ما يحصل هنا زي ما يحصل هنا زي ما يحصل عند السي بالظبط، انا كل طول ما انت هنا ما فرقش معايا كله هيشتغل عند 1 سكند، ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا. طيب ده معنى كده لو حصل عندك فولت هنا تتخيل معايا ايه اللي هيشتغل؟ والله المفروض يشتغل دي بعد نص سكند، لو ما اشتغلش بعد نص سكند هلاقي ايه ده اشتغل بعد ما يعد سكند، لو ما اشتغلش ولا ده ولا ده هتلاقي ده يشتغل لانه حاسس بنفس الايه بنفس قيم التيارات الكبيره اللي ماشيه. بس لو ده اشتغل من الاول خلاص ده مش هيحس ان في مشكله وده مش هيحس ان في مشكله وهكذا. بس في عندك عيب هنا خطير بقى، معنى كده ان انت لو هتبقى عندك فولت هنا ده مش هيشتغل قبل 1 سكند، تمام؟ ولو عندك فولت هنا مش هيشتغل قبل 1.5 سكند، ولو عندك فولت في الرئيسي بقى من هنا مش هيشتغل قبل ايه قبل 2 سكند، تمام كده؟ فده يعتبر بالنسبه لي ايه ديفو. يبقى تايم اوف اوبريشن اوف ايتش ريلي از فيكسد، ده ثابت، اند از اندبندنت اوف ذا اوبريتنج كارنت. تايم ديلي سكسسفولي انكريز اوت اوف ذا زون وين جو فاردر. طيب الناس هنا بتقف عند كلمه اندبندنت اوف ذا اوبريتنج كارنت، معناها ان هو مش معتمد على قيمه التيار. انا خد بالك انا في الاول في الاخر انا عديت قيمه السيتنج، بس انا ظبطه مثلا على 5 امبير مثلا، هنفترض بس اي ارقام، هفترض مثلا هو بيشتغل عند 5 امبير، تمام؟ يعني 5 امبير هيشتغل عند 1 سكند، 6 امبير هيشتغل عند 1 سكند، 7 امبير هيشتغل عند 1 سكند. فعشان كده بنقول ايه هو مش معتمد على قيمه التيار، بس ده هو مش معتمد على قيمه التيار بس بعد ما يكون حقق الشرط الاساسي ان قيمه التيار دي اعلى من الايه من السيتنج كارنت بتاعك. طيب تايم ديلي سكسسفولي انكريزد اوت اوف ذا زون وين جو اي فاردر زي ما اتفقنا. والديس ادفانتج زي ما احنا اكتشفناه او شفناه مع بعض، ذير از نمبر اوف فيدرز ان سيريز، تريبنج تايم دي بالذات فور فولز نير ذا سبلاي اند بيكمز ايه بيكمز هاي. يبقى انت لو حصل عندك فولت انت هتستنى دقيقتين ثانيتين على ما يشتغل، وممكن يبقى الوقت ده ايه كبير بالنسبه للفولت
ما يعمل لك مشكلة. طيب انا من النوع التاني بقى اللي انا هعمل inverse time inverse time relay، فنفس الكلام اللي احنا عملناه قبل كده، بس المرة دي الكيرف بتاعك هو اللي اختلف. انت جبت كيرف انفرس لـ A وكيرف انفرس لـ B وكيرف انفرس لـ C كريليهات، اوكي؟ بس برضو انت بتجيب الشكل الكيرف، الكيرف بتاع الـ A يعتبر متأخر شوية عن الكيرف بتاع الـ B، متأخر شوية عن الكيرف بتاع C. بس الفكرة والاختلاف من هنا لهنا ايه؟ ان انت هنا الوقت نفسه بيعتمد او function فيه قيمة التيار اللي انت وصلت له. فلما يبقى في عندي تيار اكبر، تيار فولت اكبر، انا هتحرك اسرع، سواء كان السي او البي او الاي. بس مازال ان السي في كل الاحوال هيتحرك اسرع من البي، والبي هيتحرك اسرع من الاي، من الاي كتايم سيتنج. يبقى قلنا ان الاوبريتنج تايم انفرسلي بروبورشنال تو ذا اوبريت ذا اي اللي هو الاوبريتنج كارنت، والفارذر ذا سيركت بريكر فروم ذا جنريتنج ستيشن ذا شورتر ان اتس ريلي اوبريتنج تايم. كل ما بعدت كل ما كان الوقت بتاعك اقل. يعني انا بتكلم هنا فولت، فالفولت ده ادي البي وادي الاي وادي السي مثلا، لو كانت السي واصله لي هنا، بس انا بتكلم هنا هيميني اكتر البي هو اللي هيشتغل. ولو جيت هنا هتلاقي السي هو اللي يشتغل الاول، بعدين البي، بعدين الاي، وهكذا زي ما اتفقنا. طيب التلاتة ليهم انفرس كاركترستك. البارل فيدر بقى، ادي البارل فيدر وركز معايا. لو بنقول ادي الجنريتور، والجنريتور ده ادي مسارين متوازيين للترانسميشن لاين عشان اوصل للايه، لللود اللي عندي هنا. انت بتعمل حمايه لمين؟ انا ببص على الحمايه للترانسميشن لاينز، وبالتالي انت عايز تحمي الترانسميشن لاين، فك بروتكشن زون بتحط سيرك بريكر في الاول وسيرك بريكر في الثاني، كده بحمي ايه في الاخر، بحمي كده الترانسميشن لاين ده، سيرك بريكر هنا وسيرك بريكر هنا، بتحمي الايه الترانسميشن لاين ده. مهم عندي خد بالك ان انا حطيت هنا بقى الريلات بتاعتي، حطيت تحت فوقيها موضوع الايه، موضوع الاسهم. طب ايه موضوع الاسهم؟ لو فاكر موضوع الاسهم كنا بنتكلم في حاجه اسمها نون دايركشنال ودايركشنال. احنا بنقول انت بتحمي ان يحصل مشكله عندك في الترانسميشن لاين ده، المفروض ان الكهرباء بتاعتك في المسار الطبيعي بتاعها ماشيه كده من الشمال لليمين وبرده من الشمال لليمين. لو لقيت في وقت من الاوقات ان الكهرباء ماشيه من اليمين للشمال، ده معناه ان في فولت، لان مفيش عندي هنا ايه، مفيش عندي هنا مصدر، تمام؟ فلما يجي هنا معناه ان هو في عندي فولت بيحاول ايه، بيروح يغذيه، في فولت عندي فرايح ايه، رايح ده يغذيه. فعشان كده اللي ناحيه اللود هحطه هيبقى دايركشنال، واتجاه السهم يقول لك اتجاه الايه، الاتجاه لما يكون التيار في اتجاه السهم بيشتغل الايه الريلي بتاعك، وده انستانتينيوس، لان وقت ما تلاقي ان التيار بتاعك اتعكس من عند اللود لحظي على طول المفروض ان هو ايه يفصل. لكن السيركت بريكرز او الريليهات اللي هتبقى ناحيه الجنريتور دي هتبقى نون دايركشنال، بس اوفر كرنت، التيار بتاعها لو حست ان هو زاد عن قيمه معينه يبدا ايه، يبدا يفصل على طول. طيب تعال نشوف الكلام ده بقى قلناه ازاي. يبقى عندنا تو بارل فيدرز ار انستولد. اف ا فولت اوكيرز اون وان فيدر اتس كان بي ديسكونكتد فروم ذا سبلاي and continuity of supply can be maintained from the other feeder. ده ايه؟ ده الميزة اللي انا واخدها من البارل فيدر. لو تخيلت ان في مشكلة حصلت عندي هنا، خلاص افصل ده خالص والجنريتور بتاعك ايه؟ يمشي كده. فانت لو خليت الجنريتور بتاعك يغذي التيار في الاتجاه ده بس، او التيار هيمشي في الاتجاه ده بس، ما بقاش عندك مسارين، فكل التيار يمشي هنا بس، هيجي عند النقطة بتاعت الوسبار وهيلاقي في مسارين بقى، في مسار كده ومسار كده. فانت عشان كده خليت ده ايه في الاتجاه اللي احنا شايفينه من اليمين الشمال، عشان لو التيار اللي لقيته جاي هنا انت فاصل، مش عايز كمان التيار اللي انت رايح بيه يروح ايه يغذلك الايه، يغذلك الفولت. فافصل من هنا وافصل كمان من ايه، من هنا. طيب نقطة تانية، can be protected by can't be protected by non directional over current relay only. ما اقدرش اشتغل بايه بدول بس، زي ما قلنا عشان انت دلوقتي المسارات المسارات البرل هيبقى التيار يمشي من هنا وهو رايح عند اللود، نقطة البسبار ده نقطة ايه؟ نقطة تفريق، يفرق يروح شوية للود وشوية يروح يغذوا الايه؟ الفولت تاني. فأنا هقفل عليه المسار من هنا أصلاً عشان ما يروحش كمان يغذي الايه؟ يغذي الفولت، لأن التيار اللي ماشي من هنا لما يجي هنا، لما يجي عند النقطة بتاعة البسبار هيبقى في عندك مسارين، المسار ده اللي راح يغذي اللود مسار الريزيستنس أو الإمبيدنس بتاعته أقل من المسار اللي هنا ممكن، فكل ممكن تلاقي كل التيار رايح يغذي الايه؟ يغذي اللود، تمام؟ يبقى each feeder has a non-directional overcurrent relay at the generator end، وده ليه inverse time characteristic، ده لناحية الجنريتور، لكن اللي ناحية الفيدر هيبقوا ايه؟ directional relay، وده من نوع الايه؟ instantaneous type،
مهم النقطتين دول عشان الناس تبقى عارفة التفريق ما بين ايه نوع والتاني. طيب what happens if an fault occur at feeder 1 بالشكل ده، دي اللي احنا ايه شرحناها، وسيبها لك انت تتخيل بقى كل انواع الفولتس ممكن تحصل عندك. تمام، بس لما تتخيل حاجة انت بتتخيل على طول الترانسميشن لاين ده او طول الترانسميشن لاين ده، لان هم دول المقصودين بالحماية عندك هنا. طيب النوع الثالث واهم نوع بالنسبة لنا الرينج مين، ايه رينج مين سيستم. ادي رينج مين سيستم، المفروض ادي جنريتور رايح يغذي، ادي لود وبعدين طلع رايح للود تاني، طلع رايح للود تاني، طلع رايح للود تالت او رابع، وبعد كده رجع ايه قفل تاني. اللي بيحصل اللي انت بتلاقي عادة في المنظومات، منظومات كتيرة، بيبقى ايه النظام ده كأنه مسارين متوازيين اهم، تمام، وفي عندي هنا ممكن تلاقي في مفتاح ما بين الاثنين يربط ما بين الاثنين او يفصل ما بين الايه ما بين الاثنين. تمام، طيب انا هشتغل على شكل السيستم اللي قدامي ان هو على طول ده ايه على طول ده مربوط، فالمفروض ان التيار بتاعك بيطلع بيمشي كده ويمشي كده يروح يغذي كل اللوز. طب لو حصل عندك مشكله في حته في هنا مثلا، وبالتالي الاثنين بقى مفصولين مفيش مشكله، في تيار هيمشي يروح يغذي دول وفي تيار هيروح يمشي يغذي دول. طب حصل مشكله عندك في الحته دي اللي هي اي بي، اي بي فده هتفصل، اي بي فصل، طب اس واحد كده هيجي له تغذيه، هيجي له تغذيه، هيجي له من الناحيه الثانيه، هيتغذى اس 4 اس 3 والسكه دي مقفوله، فهيروح يغذي اس 2 ويغذي كمان اس 1. تمام، ده ايه ده الفايده اللي انا خدتها من الرينج مين يونت. طب تعالى النهارده او رينج مين سيستم، تعالى النهارده نشوف هتعمل بروتكشن بتاعك ده ايه، البروتكشن بتاعك ازاي. تمام، طيب انت عايز تعمل برضو عايز تعمل بروتكشن على ايه؟ انا عايز اعمل بروتكشن على الحته الاي بي، وعايز اعمل بروتكشن على الحته السي دي، وعايز اعمل بروتكشن على الحته الاي اف الاتش جي الجي اي. تمام، كل منطقه من دول هم دول المعنيين بالايه بالبروتكشن عندك. طيب هنعمل ايه بقى؟ مبدئيا لو انت ركزت معايا هتلاقي في انواع عندك نون دايركشنال وانواع كمان ايه دايركشن. مبدئيا النوعين او التو سيركت بريكرز او التو ريليز معنى صح اللي هيبقوا نون دايركشنال هما الاثنين القريبين للجنريتور، المسارين او النقطتين اللي قريبين ايه للجنريتور الاي والجي، الباقي كله هيبقى بالنسبه لي ايه هيبقى بالنسبه لي دايركشنال. تمام كده، طيب ده نمره واحد. نمره اتنين، انا ماشي بعمل جريدنج، انا بديت من هنا ابدا بقى من الاي 2.5 بعدين تعالى للسي 2 بعد كده الاي 1.5 بعد كده هنا 1 بعد كده هنا نص. طب لا انا عايز امشي في الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني من تحت بتاع الجي، الجي 2.5 بعد كده هتقل يبقى 2 هيقل يبقى 1.5 هيقل يبقى 1 هيقل يبقى نص. تمام، ولو بصيت كمان من ناحيه الجي انت ماشي في اتجاه جي، ادي الجي نون دايركشن، وبعد كده ادي الاتجاه اللي انت ماشي فيه، فديت هنا اتجاه السهم بتاعك في الاتجاه ده، ده في الاتجاه ده، في الاتجاه ده، في الاتجاه ده. طب ولو بصيت على من الاي سي اي، ادي الاي والسي ماشي بالاتجاه ده، الاي ماشي بالاتجاه ده، الجي ماشي بالاتجاه ده، الاي ماشي بالاتجاه ده. طيب الاتجاهات اللي انت حطيتها والسيتنج اللي انت حطيتها معناها ايه؟ هو ده المهم بالنسبه لك. تمام، دلوقتي لو حصل عندك فولت هنا في الاي بي، المفروض مين اللي هيحس بالفولت ده؟ المفروض A والبي يحسوا. تمام، طيب المفروض ان البي، هل المفروض ان التيار اللي ماشي في البي يبقى ماشي طالع من البي رايح للاس 1 ولا من البي راجع للجنريتور؟ الطبيعي ان هو رايح للاس 1 عشان يغذي الاس 1، بالعكس ده هو الاس 1 ده اقرب ايه اقرب لود عندي، وبالتالي التيار الطبيعي ان هو ماشي في الاتجاه ده. فلو البي حس ان التيار بتاعه بيتعكس ملهاش معنى غير اللي انت رايح تغذي ايه فولت عندي هنا، عشان كده يروح ده يبقى دايركشنال بالنسبه لي. ولو اتكلمت هنا ما بين السي والدي برضو كان ده رايح يغذي وده رايح يغذي، الاي والاف نفس الكلام، فكل منطقه هتلاقي كانك عندك الاتجاهين بتوع التيارات اللي هم رايحين ايه اتجاهات تغذيه الايه تغذيه الفولت، عشان كده بتحط الدايركشن ريلي بتاعك ده يبقى في الاتجاه المفروض ده. تمام، طيب الكلام اللي انا قلته لك ده هتلاقيه مشروح باستفاضه، فانا هحسبه لك تبص عليه وتمشي معاه خطوه خطوه، لكن هو ده اللي احنا قصدنا ان احنا نعمله. احنا بنعمل جريدنج مع الاتجاه كمان، يعني احنا عندنا هنا حاجتين، بنعمل جريدنج للتايم وفي نفس الوقت باخد بالي من الاتجاه بتاع الريليهات بتاعتي عشان هحط الحته بتاعت الدايركشنال،
اوكي، بحيث ان لو حصل عندي فولت في اي سيكشن اقدر اوقف. تمام.